الصورة اللي بعدها غادة عبد الرازق الخنكة جمعكم عمل الخنكة والحقيقة وحكاية حياة كمان ده تاني عمل لكن عايز أعرف التعامل مع غادة كممثلة. أجدع ست فيكي يا وسط يا فني، مش ببالغ على فكرة خالص ولا بطبط، ست جدعة جدا فوق الخيال. مش تعرفي ان في تصريح ليها قالت ان نهى العموسي تميمة الحظ؟ يا حبيبتي ربنا يكرمك، تميمة حظي في الاعمال، بتتفائل بيكي قوي على فكره يا حبيبتي. ده كان حاجه في حوار هي قالته يا حبيبتي، ده يعني حاجه. استريحتي معاها في الشغل اكتر ما استريحتي مع نيلي كريم؟ لا دي حاجه ودي حاجه، انا ما كانش فيه مشاهد بيني وبين نيلي، بس انا في الخنكة بينج بونج انا وغاده، انا ما كانش فيه غير مشاهدين من غيرها، فما ينفعش نقارن. لكن ست جدعه واثقه من نفسها جدا، فالست اللي واثقه من نفسها مش هتنفسن من اللي قدامها. ممثله حتى النخاع مركزه فاهمه، والممثل حتى النخاع بيقدر ان الممثل اللي قدامه كويس، يعني عارفين قيمه بعض، كريمه الخلق. هقول لك ايه، ست جميله بحبها. دورك في ولما اتعاملت معاها قوي في الخنكه لما كنا قريبين حبيتها اكتر اكتر واحترمتها اكتر. دورك في الخنكة اضاف لمشوارك الفني؟ انا شايفه انه اصعب دور انا عملته في حياتي، اكيد اضاف. لما اقف قدام قامه زي غاده عبد الرازق ونجمه كبيره كل الوطن العربي جمهورها، ده يضيف لي مجرد وقوفي معاها. يعني النقد الفني لعدد من النقاد صدقوكي في الدور ده؟ انا ما اعرفش، انا ما قريتش، ما تابعتيش، بس الناس صدقتني. انا ما قريتش، يعني ما قريتش ايه اللي اتكتب عني الحقيقه، بس الناس الجمهور في الشوارع استقبلوا، بصور على تويتر مكتوب انا فيه يعني الناس، والحمد لله ان جمهور العريض بتاع غادة عبد الرازق، لان نجمه نجوم، نجمه فوق العاده، سوبر ستار يعني، الحمد لله انهم حبوني، فده طبعا يضيف لي. انا اكتر حاجه تهمني الجمهور اكيد. اكيد. شكرا لفنانك.